هذا الموضوع موضوع مهم جدا، خصوصا انه الكابتن شرار حيدر اكد انه نادي الكرخ بصدد رفع دعوى قضائيه على وزاره التربيه بسبب عدم صرف مستحقات النادي. نتابع. احنا ما منتظرين، واحنا صار 6 سنين اذا نشتكي عليهم واحنا نطلبهم، يعني فلوس اللاعبين اصلا قبل 6 مواسم احنا نطلبهم، واذا نشتكي وراح نشتكي عليهم بالمحاكم يعني، ونطلبهم خلي يوفونا ونطلع من التربيه، احنا اصلا ما محتاجيها يعني، لان اللي اذى النادي هو وزاره التربيه. المؤسسات الاخرى دت تطيل، الوزارات الاخرى هاي السنين كلها دت تطيل الانديه، بس اريد اشوف الانديه شلون راح تعيش بدون تمويل من احنا. عشنا وقدرنا وتميزنا وبنينا وطلبنا صح، بس بنينا، بس اريد اشوف الانديه الاخرى شلون راح تقدر تعيش يعني بدون تمويل الدوله. موضوع مهم جدا هو فك الارتباط بوزاره التربيه، اعتقد انه هذا الموضوع سوف يشكل موضوع مهم خلال الايام المقبله، على اعتبار انه جميع انديتنا بلا استثناء هي مرتبطه بمؤسسات ووزارات. كابتن كريم سلمان، موضوع مهم بخصوص نادي الكرخ وانت مدرب نادي الكرخ، فك الارتباط ورفع دعوى قضائيه على وزاره التربيه. يعني اكيد هذا الموضوع كان لازم ينحسم من سنوات طويله، حقيقه اخر موسم لنادي الكرخ مع وزاره التربيه يعني اشبه ما اصبحت توريطه، يعني ورطوا النادي بعقود كبيره. اي بالضبط، عقود كبيره كانت، وبالتالي بعد تغيير الوزاره والوزير تنصلوا عن دفع المبالغ اللي المفروض هم يسددوها للاعبين، ولذلك ظل النادي لحد الان يسدد هاي الفاتوره، وهاي المواسم كلها كل سنه يوعدوهم انه اكو لهم مبلغ بالموازنه وماكو، والناس تتدمر، يعني اللي موظفين وزاره التربيه من تجيهم البودره مالها بها استقطاع باسم نادي الكرخ في السنوات السابقه، وما كانت تجي لنادي الكرخ. نسبه الاستقطاع من الموظف ايش قد؟ والله ما اعرف، اعرف يقطع يمكن 500 دينار كانت، وصار بها تذمر في بعض الاماكن، لكن بالتالي هي ما كانت تجي، هاي قامت تروح اعتقد لصندوق الدعم التربيه، ما اعرف شو يسموه هم، يستغلوها شلون يوزعوها، كانت تروح لهم في وزاره التربيه، لذلك تضرر النادي، ظل يعتمد على نفس النادي في هذه السنوات الاخيره، وصار ضحيه، يعني انه نادي محسوب على مؤسسه رسميه ومؤسسه ضخمه وبها عدد كبير من الموظفين، وبالتالي ما استفاد شيء، فلذلك يجب ان يفكرون مليا بالابتعاد والتطوير عمليه الاستثمار بالنادي، وبالتالي الاعتماد على الامكانيات الذاتيه. طيب الامكانيات الذاتيه شنو هذه الموجوده حاليا في النادي؟ فقط المحلات اللي موجوده؟ اي المحلات والشقاق والمكاتب هو هذا الموجود، هذا الاستثمار، واكو بعد اراضي فارغه ممكن اكو هناك اسمه، لكن تعرف الروتين الدوله والعرقله اللي تصير دائما من المؤسسات اللي مرتبطين بها او المؤسسات اللي يجب ان تكون المعاملات تمر من خلالها، هذا هو اللي يشكل عائق بالاستثمار. بان اللي شفته هذه الـ3 سنوات اللي اشتغلت في نادي الكرخ، اكو هناك يعني عرقله متعمده، متعمده في سبيل يعني مبينه في سبيل الاستفاده الماديه، تدفع لي امشي معاملتك، ما تدفع لي، واحنا هذا بنادي الكرخ ما يوافقون، تدفع لي امشي معاملتك. أي. شخصهم مشكله، شلون شخصهم؟ شو تقعد تصور له؟ لا يذكرون بالاسمه، والله هي بيها مشاكل كثيره، فلذلك وقفوا الاستثمار بالنادي، يعني يردون ناس تجي تعمل لصالح البلد.